بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم سنتكلم عن مشروعين ومدى التطور في هذين المشروعين من حيث الإنجازات أو ما يسمى بالبروجكت بروجرس. المشروع الأول هو Dictionary Options Transcript Words War Order هاشتاج دوتو، وهذا المشروع نحن نعمل عليه منذ فترة طويلة، ومؤخرا كان هناك 9 مقاطع صوتية تم تفريغها وكتابة هذه المقاطع الصوتية، كتابة النص أو الترانسكريبت لهذه المقاطع الصوتية، وتمت إعادة إرسال هذه المقاطع المكتوبة على برنامج الوورد. المشروع الثاني وهو Water Air Testing Project Progress، وهو مشروع ضخم. نواة هذا المشروع هي إنشاء ورشة لإجراء الاختبارات، ونحن الآن بصدد تجهيز هذه الورشة، وسوف تكون في خلال 2 أسبوع إن شاء الله جاهزة لبدء وضع الأجهزة في هذه الورشة. وعندنا التستنج أباريتس أو الهاشتاج تي اي، وهي أجهزة الاختبار والتي ستشمل أجهزة اختبار للهواء والرطوبة ودرجات الحرارة والضوء وأشياء كثيرة سنتطرق لها حينها. وعندنا أيضا الفان لو أو هاشتاج اف ال، وهذا سوف يكون من ضمن الاختبارات التي سيتم إجراؤها في الورشة. هناك أيضا الفان لو تيستينج أباريتس أو هاشتاج اف ال تي اي، وعندنا أيضا Water Air Testing Apparatus أو هاشتاج واتاكس، الW من الووتر والA من الاير والT من التستنج والA من الأباريتس والإكس، وهذا حرف لإكمال 5 حروف. ولدينا أيضا Fan Low Apply Test هاشتاج FLAT هاشتاج فلات، هذه أيضا من الاختبارات المهمة والتجارب المهمة التي سوف تجرى في الورشة. وعندنا أيضا فان لو سايكومتريك تشارت هاشتاج FLPS، والبسايومتريك تشارت سايكومتريك تشارت للهواء هي خرائط يمكن الوصول إلى بيانات عن الهواء عن طريق معرفة الرطوبة ودرجة الحرارة والضغط، وهي تستخدم في كل المعامل لدراسة سلوك الهواء، ولا يستغني عنها أحد في المعامل وفي الدراسات، فهي مهمة جدا خاصة الذين يهتمون بالاير كواليتي اندور اير كواليتي او جودة الهواء الداخلي. اكتفي بهذا القدر واشكركم.